مرة تانية بنرجع لسؤال حلقتنا، ايه هي الحاجة البسيطة اللي ممكن تعملها وتفرق معاك جدا في حياتك؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. اجابات حضراتكم جميلة ومشرقة ومبهجة زيكم كده، ربما كلها كلام عن جبر الخواطر وعن الابتسامة وعن الحاجات الإنسانية الجميلة اللي احنا فعلا فعلا مفتقدين نتكلم عنها في إعلامنا، مفتقدين إن احنا نتعامل معاها وتبقى جزء من دستور حياتنا. أكيد. خلينا نبتدي بأول إجابة معانا. مروة إمام بتقول: كل ما تعاملت مع كل شيء ببساطة كل ما الحياة فرقت معاك كتير. عباس أحمد بيقول: جبر الخواطر والمعاملة الحسنة. محمد رحمي طنطاوي بيقول: الابتسامة المشرقة على الصبح بتفرق معايا طبعا. يحيى أبو العيلة: بصبح عليكم من اسكندرية وأهلها، الحاجة البسيطة اللي بتفرق معايا أني أصحى بدري وأتابع البرنامج الحلو ده، يا سلام عليك. وافتكرت أغنية يا حلو صبح يا حلو طول، وصباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك أستاذ يحيى، أحلى صباح وأحلى حاجة تفرق معانا. محمد عبد العال خليفة بيقول: صباح الخير على أجمل برنامج ومذيعينكم، سواء أنتم طيبين وبخير وصحة، الكلمة الحلوة وفنجال القهوة والابتسامة وكوباية الشاي. يا سلام على فنجال القهوة ده. هم بص يعني يا سلام. الكلمة والله الحلوة والابتسامة وكل الحاجات اللطيفة دي، بس فنجال القهوة الواحد دلوقتي بيقول اللي مفتقده طبعا. عبير سالم الغريب وهي توبفان على صفحتنا بتقول: حسن معاملة الإخوات مع بعض، لأن احنا بقينا في زمن الأخ بيحقد على أخوه. ده حقيقي جدا. أنا بعتقد أن أكبر ورث ممكن يورثه الأب والأم هو حب الإخوات لبعض. ممكن يبقى عندهم ورث كبير، عندهم علم كبير، متعلمين في أحلى حتة، لكن ما بيحبوش بعض. الورث الحقيقي أن هم يكونوا بيحبوا بعض وسند لبعض. أكيد. حمادة الحلو بيقول: أهم شيء جبر خواطر الناس، الكلمة الحلوة مشفى وطلاوة وحلاوة الدنيا، إنها لازم نبقى عارفين إنها فانية، وإن الكلمة الجميلة بلسم وجواهر تقدر ترفع المعنويات للسماء. تحيا مصر. ومن نصر لنصر: يا أستاذ مصطفى ويا منا، وربنا يحفظكم يا رب. شكرا ليك يا أستاذ حمادة. أحمد بن يحيى يقول: الحاجة اللي بتفرق معايا إني ألاقي حد جنبي وعايز يسمعني وبحب إن أنا فضفضله. كلام جميل جدا. رمضان عبد الناصر بيقول: بسيطة ما تستبسطهاش. يعني أنت شايفة كل التعليقات. أحب الحاجات الفلسفية دي على فكرة. والله بتطلع كلام كتير، يعني هي طلعت الكلام اللي جواكم. كلمة جبر الخواطر، كلمة الابتسامة، دي حاجات ما قلناش في الانترو صح ولا انا ولا بس الناس بتقول، بس الناس بتقولها وجايه منهم، جايه منكم يعني صافيه جدا وجميله جدا وانسانيه جدا. هي الحاجه اللي بتفرق معاك جدا في حياتك لو عملتها، وهي ربما تكون حاجه بسيطه. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم، هندردش فيها ونناقش فيها انا ومنا خلال ساعات هذه الحلقه.